لو يعني نخرج شوية ونرجع تاني نرجع للكورة بقى. لحالة التوتر اللي احنا عايشين فيها شوية، لكن خلينا نبدأ بيمكن خبر لسه جاي دلوقتي. احنا كنا بنتكلم على القود المحلي، القود المحلي اعتقد ان اللجنة الخماسية دلوقتي طلعت قرار اعتقد رسمي بمد القيد المحلي ل 30 نوفمبر، وده اللي كنا يمكن نتكلم عليه من فترات. يعني كان القيد انت فاكر 4 وكان النهائي 6 فبقى 14، فاخيرا القيد بقى يوم 30 نوفمبر. ويعني انا كنت اتمنى يكون 6 ديسمبر، يعني حتى يدي فرصة حتى للأندية شوية خلال فترة، لكن قرار رسمي اعتقد شيء جيد ان هو بيتم الاستجابة سريعا. و يعني رأيك إيه أصلاً في موضوع القيد المحلي ومن 4 ل 6 لدلوقتي بنوصل ل 30؟ هو أنا شايف إنه اللجنة الخماسية معذورة، ده أكيد ضغط الموسم مع ظروف الكورونا وكل ده، فبنقدر ده كله، لكن برضو في حاجات بديهيات لي ما ينفعش يبقى عندي النهائي اتأجل أهو، يعني ما حدش ضامن حاجة اليومين دول، فما اقدرش ان انا اضغط او اتمسك براي واحد، وده اللي اللجنه الخماسيه عملته لما لقت ان في تغيير غيرت. النهارده الكاف اللي انا عرفته من معلومات ان هو بيدرس فعليا، خلاص قرار هيطلع انه القايمه مش تبقى 30 هتبقى 40 لعيب بالظبط. فتره القيد هتتمد ليوم 30 فعلا، فانا كده بقيت ماشي مع فتره القيد الاولى للاتحاد الافريقي. لسه فتره القيد الثانيه الشتوي بقى، القيد الشتوي برضو عندنا فيه مشكله، صحيح انه من فبراير لمارس يا جماعه، لا هو لازم يبقى في يناير، مش هيبقى فبراير لمارس، يعني الموضوع هيبقى صعب قوي. فبرضو اعتقد ان هي ممكن هيتم التعديل على مستوى الاتحاد الافريقي ولا على مستوى على مستوى الاتحاد المصري هنا، يعني لانه الاتحاد الافريقي كده كده بدا يدي تسهيلات للانديه في حته ال 40 لعيب والقايمه والكلام ده كله، لانه في الاخر قال يا جماعه النادي اللي هيجي يقول لي انا مش عارف اسافر عشان الكورونا يعتبر خسران 2-0. ده الحل الوحيد لانتظام المسابقات، لانه انت ما تقدرش اولا تضحي بالمسابقه، لانه وارد جدا يحصل زي ما حصل مع بعثه الرجاء المغربي قبل كده، وارد السنه الجايه ده يتكرر مع نادي تاني مثلا، فبالتالي ممكن المسابقه تبقى مهدده. هو الاتحاد الافريقي بيحاول يهرب من كل ده لانه هو برده عنده التزامات مع الرعاه، ما يقدرش انه تحت اي حال من الاحوال انه لا يلغي ولا يعمل توقف للمسابقه. فاعتقد انه ده قرار جيد جدا، وقرار في مصلحه كل الانديه المصريه وفي مصلحه الكره المصريه. مش هينفع اصلا ان انا اشغل الاهلي والزمالك قبل الماتش النهائي بفتره القيد، وهنقيد اللعيب ده ولا لا، او اللعيب ده هيمشي، طب والقائمه الافريقيه، المفروض كل الحاجات دي تبقى مترتبه. واعتقد انه اتحاد الكوره بيسعى لمصلحه الانديه، ده طبيعي، وفي نفس الوقت الاتحاد الافريقي نفسه اشتغل لمصلحه الانديه ولمصلحه مسابقاته في تعديل المواعيد وفي الخطوات اللي بياخدها. ال 40 لاعب ده برضه علشان يقول لك حتى انت يبقى عندك عدد كبير من اللاعبين، ما تقولش ان انا عدد صغير محدود. محدود، فده طبعا كله شيء ايجابي.